كيف تحقق اقصى استفاده من معسكر مراجعه تلتين المنهج ادعام الحركه والبيانات والتكاثر؟ ما تبداش اي فيديو في المعسكر قبل ما تسمع الفيديو دوت، قصير خطير في كل التكات والطرق اللي احنا هنمشي عليها ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بالنسبه للمعسكر فاحنا هنقسمه دعامه وحركه هرمونات تكاثر، هتلاقيهم ثلاث مجموعات عندك في الكورس. كل مجموعه بتنقسم الى الاتي، هتلاقي فيه فيديوهات الشرح، وايوه انا قلت فيديوهات ودي محتاجه تفصيل عشان ما تتوهش مني، وبعد كده فيديوهات الحل، وفي بعد كده التقييم. التقييم ماشي. طيب بالنسبه للشرح احنا هننزل لك ثلاث فيديوهات، الفيديو الاول والفيديو الثاني دول نفس الحاجه، لو اتفرجت على واحد يغني عن الثاني، ولكن احنا لقينا ان في ناس بتحب السبوره التفاعليه اللي انا بتعامل معاها دلوقتي، وفي ناس بتحب السنتر، السبوره بتاعه السنتر والتفاعل، فعايز تسمع ده ماشي، عايز تسمع دوت ماشي، ودول الاثنين ليفل 1 للشخص اللي هو ما سمعناش خالص. طب بالله عليك لو انت اشتركت معانا في الدعامه والحركه او مشترك معانا من اول السنه او حضرتك حضرت الورش او كنت مشترك مع مدرس ثاني او بتحضر في السنتر مع مدرس فاضل اخر وسامع منه وفاهم، مالكش دعوه بالاثنين دول خالص، ادخل على دوت بقى اللي هو فيديو الزيتونه، فيديو زيتونه دعم الحركه. الفيديو دوت فيه كل المعلومات واكثر مما تتخيل كمان في وقت منجز وبطريقه لشخص مذاكر قبل كده، اقدر ان انا اربط له الاجزاء مع بعضها، تمام؟ يبقى فيه هنا وقت منجز وتربيطات، يبقى اهم فيديو اللي انت هتسمعه هو فيديو الزيتونه. طيب يا دكتور انا حاسس ان انا واقع شويه، اسمع فيديو الزيتونه. حاسس ان انا مش مظبط قوي، اسمع فيديو الزيتونه. طب لو انا واقع خالص ما سمعتش اي حاجه خالص، اسمع واحد من دول، تمام؟ حلو قوي، يبقى دوت الاهم. ده بالنسبه للشرح. بعد كده بالنسبه للحل هتلاقي فيه بنك اسئله اللي موجود عندك في كتاب المعسكر، وبعد كده الاختبار اللي برضو موجود في كتاب المعسكر. يعني مثلا الدعامه والحركه هتلاقي 160 سؤال بنك اسئله مجمعين كل الافكار من اول فكره لاخر فكره في كل المستويات، ودول هقول لك تتعامل معاهم ازاي. وبعد كده اختبار 60 سؤال على الدعامه والحركه، مستواه لذيذ حلو مقارب لامتحان اخر السنه من حيث المستوى يعني. وبعد كده هتلاقي اسئله السنوات السابقه، طبعا احنا حلناها مره قبل كده في الورشه، ولكن اتمنى ان انت تعيد عليها تاني حتى لو نظره كده سريعه. لو انت ما حلتهاش خالص لا لازم تحلها دلوقتي، مش هستنى لحد المراجعه النهائيه عشان حضرتك تتعرف بقى هو الوزاره بتجيب اسئله عامله ازاي. لا من دلوقتي نتعلم وتشوف وتفرح بمستواك لما انت تحل اسئله الوزاره والحاجات اللي بتيجي في امتحان اخر السنه، هتبقى مبسوط وهتبقى مطمن. طيب بعد كده التقييم، هينزل لك كويز. الكويز دوت مستواه يعني اعلى من المتوسط شويه شويتين، اسئلته صعبه عشان تقيم نفسك، وفي اسئله برضو يعني تتحل يعني عادي. اغلط يا عم ان شاء الله تغلط في الاسئله كلها. وهتلاقي بعد كده في PDF نازل لك فيه تفصيص كل سؤال وليه اخترنا وليه ما اخترناش وهكذا، تمام؟ طيب يبقى اول حاجه هتسمع الشرح، وانا بفضل لك فيديو الزيتونه متعوب عليه جدا والله يا شباب. وبعد كده الحل، وانت بتحل تحل مع نفسك الاول وتدي نفسك وقت للتفكير في كل سؤال وتجيب اخرك فيه وتستنفذ وسعك فيه، ولو غلب حمارك فيه علم عليه وانقل على اللي بعده لحد ما تخلص الاسئله كلها، وبعد كده تفتح فيديو حل الاسئله. حبيبي ما تعاملنيش كاني نموذج اجابه، كان اللي هو ايه انا هسرع الفيديو واشوف بس الدكتور اختار ايه. لا يا راجل، ما انا كنت عملت لك نموذج اجابه في اخر الامتحان وخلصنا. ايوه ليه يا دكتوره بقى ما عملتش نموذج في اخر الكتاب وخلصنا؟ عشان يا اخويا لو عملنا نموذج في اخر الكتاب وخلصنا انت مش هتفتح الفيديو بتاع الحل اصلا، وهيقول لك بقى يلا ادي دي الف صح ب اذا انا مختارها جيم، وتقعد بقى اول ما تشوف كده بتقنع نفسك بالاجابه غصب عنك، يقول لك صدق والله انا اللي حماها هي به فعلا، ايوه ما كنتش مركز. طب ليه بالهمبكه كده؟ لا حبيبي اسمعني انا بحل بالله عليك. ما الحاجات ديت يا جماعه لما نصرف فيها وقت ومجهود وفي الاخر يقول لك اصل انا ما بسمعش فيديو الحل، بحل لوحدي كده، او بسمع فيديو الحل من غير ما احل لوحدي كده، فاهم؟ ده غلط وده غلط، اسمع الكلام. طيب بعد كده الاختبار نفس الكلام، السنوات السابقه مهمه جدا، يبقى دوت المحتوى اللي هتلاقيه على المنصه. تاني بالنسبه للشرح ما تسمعش كل الفيديوهات، عشان الناس تقول ايه دكتوره دي كل فيديوهات هنسمعها، لا مش دي كلها فيديوهات هنسمعها، عشان الاسئله دي بتضايقني ببقى قايلها ومركز وتيجي انت تعيدها، لا اسمع الفيديو ده، لو انت ميح خالص بقى خالص اسمع ده، وما اظنش ان انت كده ان شاء الله، على الاقل سامع الكلام مره قبل كده بس. وفيديو السنتر بيبقى فيه تفاعل وكده لو انت عايز تفاعل يعني، بس يا عم الحاج ربنا يوفقكم يا شباب، وان شاء الله تكون انطلاقه قويه جدا لما بعدها. عايز الناس تهدى وترسى، معاك كتابك، معاك قلمك، معاك كشكول ابيض اكتب عليه كشكول المعسكر، واسمعني، وكل ما تلاقيني بزود حاجه زودها في الكتاب او ارسم الرسمه في كشكول خارجي، زود الملاحظات بتاعتك، الاسئله اكتب السؤال الاول الفكره بتاعته كذا، السؤال الثاني الفكره بتاعته كذا، مش في الكشكول ممكن تكتبها في الكتاب، حاجه معينه طريقه معينه في الحفظ اكتب الكلام دوت كله، صدقني كتاب المعسكر دوت يعني ان شاء الله تبقى قوه كبيره جدا
جدا تلتين المنهج يا شباب. لما نيجي نراجع في اخر السنه متخيل ان دول تلتين المنهج ومعانا شهرين بعد كده ان شاء الله شهر 2 و3 نخلص فيهم مناعه وبيولوجيا، ادي التلت اللي فاضل. تيجي المراجعات النهائيه هتحس ان انت يعني بتراجع للمره الرابعه الخامسه السادسه، فاهمني؟ يعني انا شرحت لي مره وخدت الورش والورش اتشرح فيها تاني وحلينا كتير وكتير 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 وكتب كتير وكتاب المعسكر يعني. وفي الاخر يعني انت عايز ايه؟ المراجعه النهائيه هتبقى كده الكريزه اللي بتحط على التورته الجميله، فما تبوظش التورته لان الكريزه ملهاش لازمه بدون التورته. تمام؟ بس ربنا يوفقكم. دايما عايزك كده تبقى متفائل وتقول سأبحر رغم ذلك نحو أمنيتي، لعل سفينتي لمرادها تصل، لعل الله يرسيها على يبس رحيب إن رأته العين تكتحل. بس السلام عليكم.